هذا المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، اللي هو تم عن طريق مذكرة تفاهم توقعت بين المعهد العالي للموسيقى بدمشق ورهبانية حراس الأرض المقدسة في إيطاليا. بتنص الاتفاقية على إقامة مهرجان الأورغن بشكل سنوي مستمر، استضافة موسيقيين من إيطاليا عازفين على آلة الأورغن، هي الآلة المهمة جدا والنادرة، واللي نحن طبعا نفتخر بسوريا أنه عنا أورغن في دار الأوبرا، من أهم الأورغانات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط حتى، ومن الأورغانات اللي مميزة حتى عالميا، لأنه بتمتلك وسادة هوائية بتخليها سهولة نقلها، وهذا الشيء كان طبعا كآلة أورغن موجودة ما في منها كتير في العالم. Perché è nato questo festival? Perché vogliamo dare مهرجان الأسبوع الأورغن بدمشق هو جزء من مهرجان كتير كبير بينظمه الأبريكاردو بمنطقة الشرق الأوسط. هو عم بيمثل القسم الموسيقي من رهبانية الأرض المقدسة، رهبانية فرانشيسكان يلي هي الكنيسة اللاتينية، فبالتالي هن موجودين بالمنطقة من 1300. شيء لطيف إنه افتتاح أسبوع دمشق الأورغن يكون نفسه هو حفل الأول للفرقة السيمفونية الوطنية السورية بعام 2017. شغلتين ارتبطوا مع بعضهم من هالسنة، وأنا مبسوط كثير إنه آلة الأورغن، هذا الكنز الكبير موجود بدار الأوبرا، رح يرجع نسمع صوته. وكان لقاء لطيف بينه وبين العازف يوجين ماريا فجاني، وأعضاء الفرقة تحمسوا للأعمال لأنه أعمال صعبة كثير.